بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة، رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة، رطب على كافة الأنحاء. وفي النهاردة نشاط رياح محدود على بعض المناطق، ده مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة. في كمان شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. طبعا واضح ان لسه في ارتفاع كبير في درجات الحراره، وخاصه كمان ان نسبه الرطوبه مرتفعه جدا. هل كمان في مناطق هيكون فيها نشاط رياح ولا لا النهارده؟ بالفعل اليوم في استمرار طبعا لارتفاع درجات الحراره في اغلب انحاء الجمهوريه، مع الارتفاع الكبير في نسب الرطوبه اللي بتشهده معظم محافظات الجمهوريه. نسب الرطوبه هي العامل المهم جدا خلال هذه الايام باحساسنا بالارتفاع الكبير في درجات الحراره، لان احنا ما زلنا بنتاثر بامتداد منخفض الهند الموسمي. منخفض الهند الموسمي بيكون معاه كتل هوائيه شديده الحراره بتمر على البحر المتوسط، تحمل بكميات كبيره من بخار الميه ويحصل لها تعديل في قيم درجات حرارتها، فبالتالي بيؤدي لارتفاع نسب الرطوبه مع بخار الميه اللي بقى جاي في الكتل دي. ففي ارتفاع كبير في نسب الرطوبه اللي بتتجاوز ال 95% على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، القاهره الكبرى ما بين 80 ل 90%. فطبعا نسب الرطوبه دايما بتزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره. يمكن طبعا اليوم العظمى على القاهره الكبرى المتوقعه في الظل هتكون 36 درجه مئويه، لكن المحسوسه نتيجه ارتفاع نسب الرطوبه تكون ما بين 39 الى 40 درجه مئويه. كمان خلال الايام المقبله متوقع ان احنا نتاثر مره اخرى بالمرتفع الجوي للطبقات الجو العليا او القبه الحراريه. المرتفع الجوي ده هيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس وحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، فيساعد على الإحساس بارتفاع درجات الحرارة والأجواء هي الشديدة. نسب الرطوبة يعني بتتراوح ما بين قد إيه؟ نسبتها قد إيه؟ دايما عظمة الرطوبة بتكون خلال فترات الليل، واللي هي بتتراوح ما بين 90 ل 95% على السواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط، ما بين 80 ل 90% على القاهرة الكبرى والوجه البحري. وكل ما تقدمنا للمناطق الداخلية كانت نسب الرطوبة أقل. الصغرى الرطوبة بتبقى فترات النهار بتوصل ل 40% على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، 55 و 60% على السواحل الشمالية، ودي قيم كبيرة جدا مع قيم درجات الحرارة العالية فترة النهار. فده اللي بيخلينا نحس ان الاجواء فيها اجواء شديده الحراره ورطبه. صحيح. خاصه ان فترات النهار تحديدا نشاط الرياح بيكون فيها نشاط رياح نسبي، يعني ما فيش نشاط رياح احيانا بيخلي يلطف الجو فتره النهار. يعني عايز اقول لحضرتك ان الناس اللي في السواحل الشماليه كلها بتشتكي ان الجو حر جدا عن القاهره، طبعا ده بسبب ارتفاع نسبه الرطوبه بشكل كبير هناك عن القاهره. بالفعل يمكن المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط قيم درجات الحراره اقل، لكن نسب الرطوبه هي الاعلى على الاطلاق في المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط بسبب قربها من البحر المتوسط. كمان فترات مش بس في ارتفاع في درجات الحراره فتره النهار، فتره الليل، فتره الليل بيكون في ارتفاع كبير في نسب الرطوبه، وزي ما قلنا ده بتبقى عظمه الرطوبه فتره الليل، قيم درجات الحراره مرتفعه، فكمان احنا فتره الليل بنحس بالارتفاع الكبير في درجات الحراره والاجواء المائله للحراره الرطبه. يمكن اليوم تحديدا فتره مساء نلاحظ نشاط نسبي، بس هو مش هيأثر بشكل كبير على بعض المناطق من القاهره الكبرى او السواحل الشماليه او الوجه البحري، لكن خلال الايام المقبله هيكون في اعتدال كامل في سرعات الرياح، فمش هنحس بيه. واعتدال سرعات الرياح ده هيخلينا نحس اكثر بقيم درجات الحراره. كمان الشبوره المائيه خلال هذه الايام بسبب ارتفاع نسب الرطوبه واضحه بشكل كبير على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، لكن هي ان شاء الله سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا الساعه 7 8 صباحا الشمس بتطلع فبتبدا الشبوره المائيه في التلاشي. الموجه دي مكمله معانا على الاقل لمطلع الاسبوع اللي جاي، يعني على الاقل لنهايه شهر يوليو مكملين في ارتفاع شديد في درجات الحراره. فمهم جدا ناخد بالنا وناخد احتياطاتنا، لان ارتفاع درجه حراره الجسم لفترات طويله بين النهار والليل او حتى كمان لايام طويله ممكن يسبب اجهاد حراري. بالظبط، اجهاد حراري، وكمان ممكن ياثر على القلب بشكل كبير. عشان كده احنا بنقول لازم ناخد احتياطاتنا بالشكل الكبير. الموجه دي يعني اول مره تبقى احنا عندنا موجه ارتفاع في درجات الحراره طويله قوي كده، يمكن احنا تعرضنا في الاعوام الماضيه لارتفاع كبير في درجات الحراره، لكن ما كانتش يومين ثلاثه وبتختفي، لكن احنا بقى لنا تقريبا دي الاسبوع الثالث على التوالي تقريبا. بالفعل احنا بداناها يوم الخميس الماضي وكملت معانا على مدار الاسبوع الماضي، وكمان مكمله معانا على مدار هذا الاسبوع، وقيم درجات حراره اعلى من المعدل الطبيعي لها.
يمكن خلال هذا الوقت كل دول العالم يعني في النصف الكره الشمالي تشهد موجه شديده من موجات ارتفاع درجات الحراره، ويعني بيختلف قيامها من منطقه للثانيه بسبب طبعا الموقع الجغرافي ومناخ كل بلد. يمكن احنا يعني في جمهوريه مصر العربيه بنسجل درجات حراره اقل من بعض الدول الاوروبيه، لكن برضو احنا مش معتادين على استمرار الامواج دي او موجات ارتفاع درجات الحراره اللي دايما بتخلينا يعني طول موجه نفسها يخلينا نحس كمان بارتفاع درجات الحراره، خصوصا ان احنا كمان الاجازات مستمره. بس انا عايزه اطمن حضرتك برضو على حاله البحاره علشان الانشطه اللي ممكن الناس تمارسها خلال فتره الصيف، يعني حابين نطمن على ارتفاع الامواج كمان. يعني احنا على الاقل خلال 72 ساعه القادمه ارتفاع الامواج على البحرين لا يتجاوز 2 متر، فيعتبر البحر الاحمر والبحر المتوسط مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، فنقدر نستمتع لكن ناخد احتياطاتنا. واهم احتياط في الفتره دي هو تجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس وقت الظهيره تحديدا، لان وقت الظهيره من 12 الظهر لحد 4 العصر بيكون ذروه الاشعه الشمس اللي بيوصل للارض، فبالتالي لازم اخد احتياطاتي. لو اضطريت اكون في الشارع لفتره طويله لازم يكون معايا غطاء للرأس شمسيه او كاب، اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره، وبلاش الوقوف تحت اشعه الشمس لفترات طويله، وطبعا نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه. الميه ازازه الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم، وطبعا نوعيه الملابس بقدر الامكان تكون ملابس قطنيه تتفادى فتحه اليوم. انا بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا على المتابعه اليوميه. معانا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لك. خلونا دلوقتي ناخدكم في جوله عن درجات الحراره المتوقعه النهارده على معظم محافظات الجمهوريه، وهنبداها من القاهره العظمى 36، الصغرى 26، العاصمه الاداريه 37 26، اسكندريه 33 24، العالمين الجديده 33 25، مطروح 33 25، دمياط 35 25، بورسعيد 36 25، الاسماعيليه 39 25، السويس 39 26، العريش 36 24، كاترين 36 18، طابا 40 26، حلايب 38 30، شلاتين 42 30، شرم الشيخ 41 30، الغردقه 42 30، الفيوم 41 26، بني سويف 41 26، الوادي الجديد 45 28، اسيوط 42 27، سوهاج 43 27، قنا 43 28، الاقصر 44 29، واخيرا اسوان 44 30. نحاول نخلي بالنا زي ما دكتوره منار النهارده قالت لنا ان احنا نخلي بالنا التعرض المباشر لاشعه الشمس من الساعه 12 للساعه 4، ولو اضطرينا لازم يكون معانا غطاء للراس، وكمان نتناول كميات كبيره من المياه والميه الساقعه كده والمشروبات علشان نعوض ممكن يحصل اي اجهاد حراري لاي شخص، وخاصه كبار السن والاطفال. هرجع مره ثانيه لشاذلي ومنها علشان نكمل معاكم فقره صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا. شكرا.